السلام عليكم ورحمة الله. طبعا حكيت أول شيء بالبداية عن مفهوم الـ IP version 6، لكن أنا بحكيكم هم صمموا الـ IP version 6 على أساس إنه بالمستقبل ما راح نحتاج نحط IP version أي شيء بعد هيك، يعني خلص. يعني هم قالوا لو جمعوا ذرات الكون، تخيل، وكل إلكترون موجود على هاي الذرة أعطيناه أي بي أدرس، ما مش رح ينضب من عنا الأي بي أي بي فيرجن 6، هيك هم متوقعوا. لكن أنا يعني ما بتعرفش، بجوز بالمستقبل يعني يصير إشي، أو مثلا كل شيء يصير له أي بي أدرس، يعني مثلا الباب له أي بي أدرس، الضوء، المروحة، قفل الباب له اي بي ادرس. بجوز انه بتعرفش، ممكن طريقة معينة يعني انه ينتهي هنا الاي بي. لكن اي بي فيرجن 6 اسهل ومور افيشنت، يعني او هسا زمان كان مشكلة لما تحط راوتر بتوين تو نتوركس، لانه السبب كان الراوتر يأجل، او مش يأجل، يأخر، عذرا، يأخر عملية يعني راوتينج للبيانات ما بين الشبكات. عذرا. انا كان معي انفلونزا صراحة، نزلت برد قوية، فعشان هيك يعني شوي تعبان لسه. طيب، هاي طبعا بالنسبة اذا بتفكر انه مثلا سويتش راح يأثر عليه اي بي فيرجن 6، خلينا نحط سويتش بس بالنص هيك، بس من باب التجميل مش اكثر. طيب، نشغلهم كلهم. اتوقع هيك كلهم اشتغلوا، فعشان هيك خلينا نفوت على الكونسول. مربوط. على كل حال، لو حكيت له مثلا show IPv6 interface brief، ما فيش اشي، يعني نفس الاشياء اللي انت راح تشوفها بالوضع الطبيعي، ما تغير فيهم اي شيء نهائيا، عشان هيك مش شيء يعني خارق. حكينا السويتش مش لازم يتغير على اي شيء، هو هيك المفروض. ف نبدأ من هون. خلينا نحكي ايثرنت اي بي فيرجن 6 ادرس. الآن هون بدك تحدد شو السبنت تبعتك، إذا بدك إياه جلوبال أو لوكال أو كذا. يعني مثلا بتقدر تحكي هيك مثلا 2000 مثلا 2000، بعدين تقدر تعمل إشي مثل هيك مثلا 1212، وهذا عبارة عن 1 slash 60، oh sorry 64 بس. طيب، no shutdown. خلينا نجرب شيء ثاني هون. figure terminal interface ethernet 00 IP version 6 address. بنكون الاثنين بنفس الـ
subnet فمعناته 1212 بعدين 2/64 no shutdown بعدين end او exit زي ما بدك انت حر end. خلينا نعمل ping IPv6 بعدين اللي هو 2000 سوري 1212 2 100 100. هيك يعني هاي ابسط شيء، لكن خلينا نعمل شغله حلوه هون. خلينا اول شيء نشو اي بي في 6 انترفيس ايثرنت. لو ألقيت نظرة هون مثلا ايش الاشياء مثلا فيها، مثلا في عندك اول شيء انه الايثرنت اب، البروتوكول اب، اي بي فيرجن 6 انيبل، لينك لوكال مثلا هاي واحدة. هاي بالنسبة للينك لوكال دائما بتبدا باف اي 80، وبما انه الايت احنا بالعربي او العربايز لغة الشات الايت هي عبارة عن قاف، فبتطلع معك فيجو فيجو. فهاي بداية فيجو، هي بداية كل لينك لوكال. انا هيك حفظتها صراحة، مشو زي تستغرب انه شو دخل فيجو بالاي بي فيرجن 6، بس هاي شايف لعيبة كرة القدم لهم دخل بكرة بكرة الاي بي فيرجن 6. جلوبال يونيكاست، طبعا انت بتعرف انه هاي عبارة عن جلوبال يونيكاست، اللي هي يونيكاست يعني اي بي فيرجن، مش برايفت اي بي فيرجن 4، بابليك اي بي فيرجن 4 خلينا نسميها هيك، يعني بجوز اشي مثل هيك. يعني السبنت از ايش السبنت، جوين ذا جروب ادرس. انتو ليش حكى السبنت هي عبارة عن 2000 هاي، لانه انا هيك حطيت الاي بي هون. اذا شفتوا فوق يعني اخر تو سبنتس اخر او تو فيلدز كانوا 1212 بعدين 1، فعشان هيك راح تكون عندك سبنت اللي هي 2000. بس طبعا هاي السبنت الخرافية مش موجودة على ارض الواقع. join the group address مثلا، خلينا نحكي هاي مثلا FF 021، فمعناته هو solicited node multicast all hosts على السبنت هاي المشترك فيها. FB تقدر تعمل بحث على جوجل that duplicate address detection is enabled number of dead attempts 1. مرة واحدة شيك اذا في duplicate address، ما فيش وكانت الامور تمام. بس هي كل الاشياء، اذا بدك اذا حبيت بنقدر نفوت نعمل configure terminal ونفوت على الاي بي على هاي ونحكي له shut down، بعدين نعمل end، بعدين نحكي له اي بي في نو ديباج مثلا اي بي في 6 نيبر ديسكفري تمام، ونقول له بعدين كونفيجر تيرمينال، بعدين نحكي له نو شت داون نو شت داون. ندخل على انترفيس بعدين نحكي له نو شت داون، بعدين طبعا تعمل اند تحكي له نو ديباج اول عشان يوقف. لو ألقيت نظرة هون راح تلاحظ هون عندك من لما عملنا نو شت داون اي بي فيرجن 6 نيبر ديسكفري انبعثت على لاير 2 كمز اب، فداد ريكويست دوبلكت ادرس ديتكشن انبعثت عن طريق لينك لوكال
ادرس مش عن طريق الهاي طبعا. بدك تيجي بعدين بيجي بحكي لك ليش، لانه هو بهمه اللينك لوكال ما يكونش في دوبليكت ادرس، لانه عن طريقه بتتم عمليه المخاطبه ما بين التو راوترز على السيم فيزيكال لينك، خلينا نحكي على يعني عن طريق الاسلاك والاشياء هاي. لينك لوكال ما في، يعني هون بحكي انه اللي بعثه يعني بحكي عن المخاطبه ما بيناتهم. بس هاي هي يعني المعلومات المفيده، انه باث دوبليكيت ادرس ديتكشن، وانه في صار عندك عن طريق اللينك لوكال والاشياء هاي. شكرا استماعكم، السلام عليكم.